وطرحت حياة كريمة كميات من اللحوم والدواجن بمنفذها بشارع المحطة بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن مبادرة المؤسسة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة. تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. مؤسسة حياة كريمة قامت بمبادرة لحوم بلدي بأسعار 210 والنهاردة ب 185 جنيه. احنا المبادرة تمت ثالث يوم ليها، كنا تمركزنا في أول يوم في المنيب، وتاني يوم كان المنيب والجيزة بناء على طلب الجمهور، والنهاردة احنا في الجيزة في شارع المحطة. والمبادرة كل الناس اللي خدت اللحمة اشترت امبارح جت النهارده تاني من اجل من جوده اللحمه، والنهارده احنا النهارده الحمد لله زي ما انت شايف الجمهور رايح جاي على المبادره وعلى العربيه. والله النهارده مبادره حياه كريمه دي على مستوى انحاء الجمهوريه كلها، وعامله دعم للمواطن لمدته 3 ايام. النهارده اليوم الثالث، زي ما حضرتك شايف طبعا توافد من المواطنين، واللي بيجي طبعا بيجرب الحاجه بيجي ياخد منها تاني وبيقول لجاره وبيقول لباقي الناس الموجوده معايا. والله اول ما لقيت اشتريت 2 كيلو فرحت، الناس دي كلها فرحانه، دي الناس مش مصدقه بتاخد بالخمسه كيلو عشان فرحانين. مبادره محترمه جدا، وان شاء الله بامر الله حياه كريمه تقدم الخير لكل الناس، وحاجه موجوده وكل حاجه موجوده بسعر باسعار مخفضه جدا، ويعني ربنا يخليهم الغلابه. يا ريت كل المؤسسات كده تعمل الدعم ده. مبادره جميله ما عمرنا ما شفناها، جميل. الله يبارك في الريس، الله يبارك في الريس ويبارك في اللي عملوها.